إنها امرأة تابت قريبا ومنذ قرابة 4 سنوات كانت تترك الصيام في رمضان ولا تقضيه بعده جهلا منها، تقول ولا أعرف عدد هذه الأيام وأصوم الاثنين والخميس تطوعا، فهل تكفي هذه عن قضاء تلك الأيام؟ إذا كانت مع تركها للصيام تترك الصلاة لا تصوم ولا تصلي فهذه ليست مسلمة، حتى لو صامت ما يجزيها الصيام. أما إذا كانت لا محافظة على الصلاة ولكنها تترك الصيام ثم تابت فعليها القضاء، يجب عليها القضاء. وإذا كانت لا تعرف الأيام تقدرها وتجتهد في تقديرها وتصوم ولا يجزي صوم الاثنين والخميس عن القضاء. نعم.